اهلا بيكم في قناة سوبر سما، حلقة جديدة من لعبة جينشن امباكت. زي ما قلت لكم احنا عملنا الحلقة اللي فاتت اول كهف اسبوعي، اللي هو كهف اسبوعي بمعنى ايه؟ ان احنا ما يقدرش ندخله الا مرة واحدة في الاسبوع، لان لو دخلناه مش هيدينا هدايا غير مرة واحدة في الاسبوع. ده اول كهف اسبوعي رحنا له، هو الجولدن هاوس في الحلقة اللي فاتت رحنا بزونجلي، وده تاني كهف اسبوعي زي ما انتم شايفين بتاع الدراجون. وكل الكهوف الاسبوعيه دي زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، اللي ما شافهاش يروح يشوفها دلوقتي. بتدينا ماتيريال علشان التالنت بتاعه الشخصيات، التالنت بتاعه الشخصيات اللي هي دي، بصوا اللي هي التالنت دي، اوكي. انما الكتب لسه انا ما عملتها لكوش اصلا، بس كده كده كان في حلقه قلت لكم ازاي نجيب فيها ماتيريال التطوير بتاعه الشخصيات، يعني دي اوريدي موجوده على القناه، انما دي الماتيريال بتاعه التالنت والكهوف الاسبوعيه. فيلا بينا نروح مع بعض تاني كهف اسبوعي. احنا كده كده اوريدي 4 جولدن هاوس. انا رحت بزونجلي لان زونجلي محتاجه هناك قوي شيلد، اللي هي الدرع يعني، علشان يحميني. انما الكهف ده بالذات لازم اروحه بشاو، لان شاو دي بي اس، وزونجلي مش دي بي اس، زونجلي مجرد درع. ممكن يدي طبعا السكيلز بتاعته، تدي ضربة قوية جدا وتدي دي بي اس عالي 20,000 مثلا، طبعا عشان مش مطورة السلاح بتاعه، هو بيدي 40 واكتر من كده كمان، ولكن هو مش دي بي اس عشان نبقى فاهمين. الدي بي اس شاو وما شابه ليه يعني، بس الدي بي اس اللي معايا انا قوي شاو، فانا هدخل بشاو المره دي. تشايلد اللي معانا ده، مره رحت مع تشايلد وتشايلد اول واحد فيص واتقتل اساسا فينا ومعرفناش نكمل بسببه. المره دي انا معايا شنطه اكلي اللي هي دي، اللي هي دي اللي انت شايفينها تحت اسبوعي دي، ومعايا شاو، فالموضوع تمام يعني. يلا بينا اديله يا شاو اديله. فرق رهيب فرق رهيب، بص شاو بيبهدل الدنيا بيبهدل الدنيا. البطاريه بتاعتي 20%، ما شاء الله ما شاء الله. لا لا استنى عليا، اخد هيل سنة واظبط نفسي عشان انت غدار، انت تنين غدار. شاو ده من غير شنطة الاكل او شخصية هيلس معاه يعني صعب، فانا خلوني ابعد كده اظبط الهيلس بتاعي. يلا يا جدعان، بيقول لي شاو بيقول لي ان هو شبعان ومعناش حد يدي هيلس. طب ايه بقى ايه بقى؟ يا شاو جوع شوية يا شاو أرجوك. مش نافع كده، مش نافع مش نافع. يلا اجري اجري اجري، مقدرش ان انا اواجه وانا الهيلث بتاعي بالمنظر ده، بس انا ايه هفضل زي السوسة كده اضربه واجري. يلا يا شاو يلا يا شاو جدع. الوجبة يلا 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 اجري. يلا 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 لا في الربع الاخير. يا ترى هيقدروا يخلصوا الربع ده لوحدهم ولا لا؟ شاو محتاج هيلز، شاو محتاج هيلز معروفه، والتيم معايا ما خدش باله من النقطه دي. حتى لو بنت كان هيظبط الاداء. هو خلص خلاص خلص خلاص، ما فيصناش بدري. انتوا طبعا عارفين ان شاو وهو بيعمل السكلاية بتاعته اللي هي بيضرب فيها على في الارض دي حلوة قوي، ادالنا اتنين. هو نفسه بيدامج نفسه، يعني هو نفسه بيأثر في صحة نفسه، فدي مشكلة كبيرة مع شاو، بيحتاج جنب منه شخصية هيلث في الفريق، يعني لازم في التيم بتاعه شخصية هيلث.
او درع، يا هيلسي يا درع، لان هو بيأثر في نفسه فمش محتاج حد يضربه كمان. اهو خرج كلب بقى بره، خرج كلب بره الباس. اوكي كده يبقى احنا عملنا الحلقة اللي فاتت الجولدن هاوس، وكده الحلقة دي عملنا الدراجون، وكل ده طبعا زي ما قلت لكم بتاع 50,000 مرة خاص بالتالنت. طبعا بيدينا حاجات كتيرة، هدايا وارتيفاكت، وبيدينا كمان جواهر وكده، ولكن هو خاص بالتالنت اكتر حاجة، تالنت الشخصيات وكمان تطوير الاسلحة. بس جولدن هاوس مش عارفة فيه تطوير اسلحة او فيه برضو، يعني هم كلهم فيهم تطوير الاسلحة وفيهم للتالنت بتاعت الشخصيات. الحلقة الجاية ان شاء الله هنروح مع بعض، ده بص عادي بس بص اسبوعي، فهنخليه من ضمن الكهوف الاسبوعية برضو في نفس الايه السلسلة والمهام الاسبوعية. بس كده دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنونا في حلقة جديدة من قناة سوبر سما.